قبل بقى ما نختم معاك، عايزين نعرف كده ايه الحوار اللي دار بينك وبين كل اللي فازوا بميداليات في الدورة دي من أولمبياد طوكيو. ايه الحوار اللي قبل ولا بعد؟ لا بعد، بعد لما خلصنا بس في عجالة. بص، هو الحوار كان يعني ايه، كان في دموع شويه يعني. الحوار كان هو كله عياط من اول ايه الحكايه. لان احنا كنا محملين، انا كنت مضغوط وهم كانوا مضغوطين. اكيد طبعا. واحنا كنا واعدين يعني جينا والله قبل اللعبه، انا اقسمت لها بالله عليه العظيم، وكان ده قسم ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. قلت لها انت اللي هتشيل علم مصر، وانا والله كان احساس داخلي جوايا، والله ما كنت عارف ان ده اللي هيحصل، بس كان ده الاحساس لان هي دي مكانتها. قلت لها وهتقفي على البوديوم وربنا هينصرنا. فانا بقسم لها في السيشن، هي دمعت، انا لازم اكون متماسك في الجلسه نفسها. فلما حصل انا قلت لها، قالوا يا جانا بعد ما كسبت وفيديو كول، قلت لها اخبار القسم، قالت لي بتعدهم، قلت لها انت معيط. فاحنا دخلنا يعني طبعا. فاحنا الاحساس بيكون، بص، النجاح حلو قوي، النجاح جميل طبعا. جدا ولما بيجي بعد تعب كمان. ما انا عايز اقول لحضرتك اللعيبه دي ضحت قوي وتعبت قوي، احنا ماينا والله بظروف صعبه، عشان ربنا كرمها قوي الحمد لله. وكل لاعب نجح بيضحي في حاجه مقابلها بيخسرها، فهي فعلا اللي بيتقي الله واللي بيضحي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه 100%. والحمد لله.